السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تقرأ تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن وجود دائم في الضفة حتى لو قامت الدولة الفلسطينية، وأنه إذا ما قامت هذه الدولة يجب أن تكون منزوعة السلاح؟ كيف يمكن الحديث عن سلام انطلاقا من تهكم نتنياهو على السلطة وحديثه عن تراكم طلبات الفلسطينيين وعليهم أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات؟ ما الرسالة التي أراد الاحتلال الإسرائيلي إيصالها مع زيارة المبعوث الأمريكي والحديث عن تفعيل عملية التسوية؟ ما أهمية زيارة ميتشل للمنطقة وما الأفكار والملفات التي يسوق لها؟ كيف سيكون رد السلطة على هذا التهكم؟ وقبل الفلسطينيين، ما موقف بعض الدول العربية من هذا التصعيد؟ ميتشل في المنطقة ومزيد من التعنت الإسرائيلي موضوع هذه الحلقة. ضيوف الكرام في الاستوديو نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق الأستاذ إليل فرزدي، أرحب بك دولة نائب الرئيس معي في هذه الحلقة. وسيكون معي عبر الأقمار الاصطناعية من أريحة رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صابع ريقات. قبل الدخول في الحوار نقف عند أبرز نقاط حلقة اليوم. محاولة تفعيل عملية التسوية في المنطقة، زيارة جديدة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل شملت لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنحافظ على وجود عسكري على طول الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المرتقبة، ويجب أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. الفلسطينيون يراكمون طلباتهم، عليهم أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات. حركة فتح: ما نراه سلسلة من الشروط والاتهامات التي تسعى إسرائيل من خلالها التهرب من العملية السلمية ومسؤولياتها الدولية، والحديث عن بقاء القوات الإسرائيلية على طول شرق فلسطين، والحديث عن استثناء القدس والعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم وقف الاستيطان في الضفة الغربية من شأنها إضعاف العملية. جورج ميتشل: هدف إدارة الرئيس أوباما الالتزام الشامل بعملية السلام الكامل بين العرب وإسرائيل. لسوريا دور مهم في كل هذه الجهود التي ترعاها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. الرئاسة السورية: دمشق تجدد موقفها المبدئي الداعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة السلام تتطلب إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق. من جديد أرحب بك دولة نائب الرئيس إليل فرزدي. عندما نتحدث عن زيارة جديدة وجولة جديدة للمبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، كذلك ربما بالصدفة تتزامن هذه الجولة مع مرور عام على دخول أوباما إلى البيت الأبيض. بداية، يقال أن ميتشل يحاول تفعيل عملية التسوية، هناك أفكار جديدة بدأت تطرح خصوصا بعد التحرك العربي في هذا الاتجاه، ما الذي يمكن أن نقوله هنا في هذا السياق؟ بداية يجب أن نتذكر وننطلق في أي تحليل يعطى من الواقع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. أوباما الرئيس الأمريكي عندما انتصر في الانتخابات النيابية وبعد 10 أيام من هذا الانتصار أدلى بتصريح واضح بعد 10 أيام، قال فيه هناك أولويات 4 لإدارته. الأولوية الأولى استعادة ثقة العالم بأمريكا، 2 معالجة مسألة الاقتصاد الوطني، 3 الانسحاب المنظم من العراق، 4 الحرب على الإرهاب. واعتبر أن أفغانستان هي المكان المركزي لهذا الحرب. من هذا الواقع وهذا التحليل ترى أن أوباما في أي تحرك يقوم به يحاول دائما أن يخدم هذه الأهداف الأربعة، ولا نرى في أهدافه الأربعة أي حديث عن اعتبار قضية حل الصراع العربي الإسرائيلي قضية مركزية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا ينفي وجود نية حسنة لدى الرئيس أوباما، ويتمنى لو أدى الحل في المنطقة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي ممكن أن ينفذ بين ليلتين وضحاها. إلا أن تحرك جورج ميتشل اليوم يأتي بعد 3 أمور أساسية وقعت. الأمر الأول أن أوباما أصيب تحركه باتجاه مشكلة الشرق الأوسط وخصوصا بعد خطابه المشهور في القاهرة بأزمة حقيقية عندما استطاع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية أن يحول بين أوباما
ومسألة تطبيق قانون الرعاية الصحية. تذكر أنه في المحاولة الأولى لأوباما في عملية تصديق هذا القانون لم يستطع وتعرقل هذا العمل حتى انكفأت الإدارة الأمريكية في عملية الضغط على إسرائيل، فكان تمرير القانون في مجلس الشيوخ وكان الضغط عليه من اللوبي الصهيوني عند الديمقراطيين وعند الجمهوريين. الأمر الثاني المهم أيضا هو نلاحظ أنه اليوم أصيب أيضا أوباما بنكسة حقيقية في ولاية التي كان يسيطر عليها الديمقراطيون باستمرار، وفي مقدمة عائلة كينيدي، الأمر الذي أعاد ترتيب موازين القوى في مجلس الشيوخ، والذي أيضا سيعرض أوباما إلى مزيد من قدرات اللوبي الصهيوني في الضغط. هذا الذي يفسر تصريح نتنياهو اليوم عن الحديث للفلسطينيين لماذا أخذتم كلام الأمريكان على محفل الشعب. يعني أوباما الآن مكبل الأيدي. أنا أعتقد أن هناك عقبات رئيسية كأداء حقيقية، يعني النظرية التي تقول أن إسرائيل تنفذ قرار الإدارة الأمريكية هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. أنا أعتقد أن هناك في هذه المنطقة بشكل رئيسي سياسة إسرائيلية فيما يتعلق بفلسطين تنفذها الإدارة الأمريكية. هنا يأتي تحرك ميتشل لثلاثة قوى. الأمر الأول لإبقاء الأمل قائم في عملية تحريك المسار التفاوضي، لأنه إذا مات المسار التفاوضي أو مات الأمل فيه سيكون له انعكاسات على مجمل الوضع في المنطقة. اثنين، لكي يبقى الأنظمة العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية متأملة بإمكانية إحلال السلام، ولكي يبقى أيضا هذه الأنظمة قادرة أن تجد المبررات أمام شعوبها وأمام الشعب الفلسطيني وأمام الرأي العام الإسلامي بأن هناك حركة انتظر نتائج هذه الحركة. يعني تم الحديث خلال ربما الأيام الماضية قبل هذه الزيارة دولة الرئيس عن يعني حتى أفكار عربية جديدة، حتى عندما قام أحمد وزير الخارجية المصرية أبو الغيط بالزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن أفكار جديدة طرحتها مصر للأمريكيين، وكان هناك قبول لهذه الأفكار، ومن ثم جاءت هذه الزيارة. هل هي محاولة فقط تفعيل لا أم ماذا؟ عن أي أفكار عربية نتحدث؟ أي فكرة عربية تطلق اليوم هي فكرة للالتفاف على مسألة تمرير لإسرائيل فكرة الاستمرار في عملية الاستيطان على حساب العملية التفاوضية أو لحسابها. يعني أول شيء العرب هل هم في موقع إطلاق الأفكار مع الإسرائيليين؟ انظر ماذا يقول نتنياهو الآن. هناك عملية ممنهجة لتدمير التراث الفلسطيني في بيت المقدس، وكلنا نردد قائلين على المستوى الفلسطيني فتحويين وحماسيين أن القدس هي خارج إطار المناقشة. مسجد الأقصى يهدد بالسقوط ولا تجد أحد يحرك ساكنا فيما يتعلق بهذا الشأن. عن أي أفكار عربية يتحدثون هؤلاء؟ بعدين القضية المركزية اللي همته للولايات المتحدة الأمريكية هي الحرب على الإرهاب. كل شيء بيساعد على تنفيذ الاحتقان الإسلامي لكي يجيش هذا الواقع الإسلامي لخدمة المناخ العام الذي يخدم ما يسمونهم إرهاب يذهبون باتجاه تنفيذه من هنا. هم ربما يضعون حتى المقاومة فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية أو يسمونها منظمات إرهابية. إذا كانت هذه الحرب يعني هي هدفها فقط أنا يعني موضوع إرهاب، يعني هل تعتقد ربما إرهاب وفقا لمفهومه؟ نعم. والقضية المركزية أنا برأيي الأمريكان القضية المركزية الذي يركزون عليها كما قال أوباما بالتحديد وعبر عن إدارة ذات هذا الواقع. بالأمس مسألة اليمن هي بنت هذا الحادث الأفغانستاني، بنت العنوان الأفغانستاني للصراع. طبعا هناك في اليمن مقاربة جديدة للمنطقة ولمنطقة الخليج تتعلق بإدارة صراع جديد في المنطقة، هذا يحتاج إلى نقاش مستقل عن ما يدور، ولكن المعركة الأساسية معركة محاربة الإرهاب. كل ما يلاقوا في